الله عز وجل من الباري عز وجل أن يوفقنا في خدمة هذا الوطن وأن نؤدي واجبنا تجاه هذا الوطن وتجاه الشعب الكويتي، آملين أن نحقق طموحات الشعب الكويتي في أدائنا البرلماني، متطلعين أن نقوم بواجبنا الوطني في تحقيق الاستقرار السياسي، في تحصين دولة الكويت من ما يدور حوالينا من مجريات شديدة الخطورة، آملين أن نجمع الكويتيين وألا نفرقهم، أن نلم الكويتيين وألا نشتتهم.